تزيله وهشتري على الحمام المصري مع السمك المصري زي ما انتوا شايفين كده. انا في الجاكوزي، في الجاكوزي زي ما انتوا شايفين كده. الجاكوزي ده صورت لكم فيديو مره منه، بس الفيديو اللي انا صورته انا بطيء صوتي عشان لو قلبت هيحصل ايه. صورت لكم فيديو مره. حلقتنا النهارده عن الاخت الفاضله المبجله المحترمه سامة المصري. اوتوماتيك ومع نفسك كده ومن غير كلام ومن غير تفكير هتنزل بسرعه تعمل لايك للفيديو، وهتلاقي علامه الاشتراك الحمراء ده هتضغط عليها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. قبل ما نروح نشوف الفيديو بتاعنا لازم تعمل كده. مفيش اي شك ان الاخت سامة المصري بتشجع الشباب وبتفرحهم وبتنعنشهم كده، مقابله واحد في الشارع تمسك البنطلون بتاعه وعايزاه يقلعه، تيجي نشوفه؟ تعال نشوف. والله حلو البنطلون ده، شمطته ليه كده؟ قطه مخربشاني. والنبي. أو النبي. أنهي قطه؟ إيه حلو؟ أنا؟ لا تلع. تلع إيه؟ تلع قطه. لا 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 لا. أنا عادي. صاحبنا شاف الأهرامات من هنا ما عادش قادر يمسك نفسه، عايز يقلع يعني يقلع، هو بالنسبة له خلاص قال لها أنا عادي، أنا هقلع يعني هقلع. وأنا راجل قوي. يعني الواد ما عادش قادر يمسك نفسه خلاص، بيقول لها انا راجل قوي، اديله فرصتي بقى، اديله فرصته يا سامة بقى، انت مطريقه على الشعب كله. بس عشان اعمل مبادئ هوريكوا جسمي دلوقتي. سامة المصري الكل يشهد لها ان هي صاحبه المبادئ والاخلاق والابراج والمطبات وكل حاجه فيها ارتفاعات. تصوير في الحمامات وامصان النوم والكلوتات. عن مثال للادب والاخلاق، دي واحده ماشيه بتوزع مطهر على الناس عشان تعقمهم من الفيروس. دي واحدة مثال الأدب والأمان. زي ما انتوا شايفين كده اهو بنكمل اهو. أنا هيجي في كل وقت ويقول لي ما هي صدرت، ما هي بتصدرها للي يقدرها، قدروها بقى يا جدعان بتتعب. صدق صح. تعالى يا أستاذ، تعالى يا أستاذ، تعالى أهي كده يا جماعة، أهي بصوا. إيه كده؟ دي بخ كده أهي. أهي مية بكلور. بخ تعالى يلا جرب. ميا بكلور، اعمل ايدك بقى، دي الوش ولا العين؟ ماشي يا فندم. يلا تعالى يا وائل. يلا يا وائل. ايوه وائل، بس خلي بالك ان هي معاها جهاز انذار للمتحرشين، اي حركه كده ولا كده هتلاقي الجهاز بيعمل بيب 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 على طول هيجيبك. ببلاش. طب اهو عشان اول ما شافني قفل الازاز. طب اهو ده عشاق سماء ابراج. هاي هاي معانا النهارده مثال الشرف والاخلاق، وبس كان في جمله واحده عايز اقولها لكم، حسبي الله ونعم الوكيل، ركبنا فضت يا شيخ. مع كام لقطه كده ليها وبعد كده ننهي الفيديو بتاعنا عشان ما عادش قادر اقسم بالله. ازيكم؟ وحشتوني على قناه الحمام المصري مع سماء المصري. زي ما انتوا شايفين كده انا في الجاكوزي زي ما انتوا شايفين كده. الجاكوزي ده مره منه، بس الفيديو اللي انا صورته انا بطيء صوتي عشان لو قلبت صوتي هيحصل ايه. صورت لكم فيديو مره بس كان على قناتي الاصليه بتاعت سامة المصري. النهارده بقى هصور لكم فيديو اقول لكم انا جايه هنا ليه، واقول لكم فوائد منك للي كلت دراع جوزها، منك للي كلت دراع جوزها. يا جماعه البت دي المفروض يمسكوها يشنقوها في ميدان عام، مالهاش اهل، ما عندهاش تربيه خالص، ايه القرف ده يا شيخ؟ يا جماعه هنقفل الحلقه بتاعتنا ديت النهارده عشان بصوا خلاص انا اتجلطت النهارده. فلو انت لسه بتتفرج عليا انزل اكتب لي رايك في التعليق، ولو انت مش مشترك عندي يا ريت تشترك عندي وتعمل لي لايك للفيديو جميل كده، واشوفك على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.